مرحبا من جديد. هلأ رح نتعرف على جملة كتير مشهورة في بايثون، في نهاية السكريبتات بنلاقيها كتير، اللي هي جملة النيم والمين. رح نفهم كيف طريقة كتابتها ولشو بتستخدم. خلينا نشوف شو هو سطر نكتب الجملة اللي أنا بحكي عنها. if name، نقول هنا underscore main underscore. طبعا هاي الجملة من أكثر الجمل اللي ممكن تواجهكم وتشوفوها في بايثون. رح نفهمها بالتفصيل أكثر. هاي الجملة بما أنه بايثون ما فيها ملف المين، ما فيها ملف مين، يعني ما بعرف فيها مين فوق مثل اللغات الثانية زي جافا أو سي، إنما بستعيد عنها بهاي الجملة اللي if name underscore underscore هل بتساوي المين. بالعادة هذه الجملة بتكون موجودة في آخر البرنامج. هلأ الفكرة حول هذا الشيء مرتبطة بالإمبورتينج من المديول، لأنه بيكون بدك مثلا تعرف مين هم المديول فانكشن اللي عملت لهم إمبورتينج، تمام، والملف الفعلي لهذا الإمبورتينج، أو إنه مين الملف الرئيسي اللي انت هتنفذه من خلال المديول. مشان نوضح الفكرة أكثر رح نعمل 2 سكريبتس بسيطين ونبلش نشغل فيه. خلينا نمسحها للجملة ونسمي هذا السكريبت الأول، خلينا نطلع برا نروح على الديسكتوب، نرجع تاني على الديسكتوب من برا ونسمي الملف الأول 1.by، وداخل 1.by نكتب مثلا خلي نسميه هذا 1، تمام، ونفتح ملف تاني ونسميه نديله اسم نحفظه اللي هو نقول 2.by. أكثر موجودين عندي 2 ملفات، بنشوف إنه هذا محفوظ نحفظه تاني، نعمل له سيف. بدي أروح على سي ام دي، أقول مثلا سي دي ديسك توب. هلا صرت في الديسك توب، بدي أستدعي الملفين وأبلش أشوف شو بدي يطلع معايا. بايثون بايثون اسم الملف الأول 1.by. هلاحظ إنه ما أدني أي نتيجة لأنه أوريدي أنا مش تابعة فيه أي شيء. نقول مثلا بالنسبة للملف الثاني 2 the same، ما في أي نتيجة. هلأ إحنا متفقين إنه بايثون على عكس اللغات الثانية ما بكتب فيها main من أول برنامج. بالعادة بتكون المين والنيم هاي بتكون موجودة في آخر البرنامج، تمام. هلأ النيم أول شيء النيم هاي عبارة عن متغير موجود في بايثون. بايثون مجرد ما أنا أعرفه هو موجود ضمنيا في بايثون، فعليا معرف موجود، إنه بايثون حد ما تشوفه حتعرف إنه هذا هو متغير، تمام. فهي هتستوعب انه هذا المتغير نيم انت في مين بتسويه بتجيبه، تمام. اللي بيحصل هون انه هذا المتغير بيحصل على السيكند لسترينج مثلا اعتمادا على كيف انت شغلت الاكجوال سكريبت الفعلي. خلينا مثلا داخل النيم هون اكتب برينت هالو واقول هالو مثلا واعمل له سيفينج. انا عرفت كده النيم، تمام، واقول اعمل له سيفينج اشوف شو بدي يحصل، واجي هون على الديسكتوب اشغلها. هلاحظ انه اوريدي تبع لي هالو، اوكي، ما طلع لي ايرور رغم انه النيم هيك تركاها. هو استوعب انه نيم هي فاريبل موجوده عنده محفوظه، تمام. اللي حيصير في بايثون في الباك جراوند اللي انا ما هشوفه انه بايثون حتكبر هاي المتغير وتروح تكتب فيه مثلا هنا if
أو قبل إف، هتقول كأنها بس تسأل حالها هل النيم هذا يساوي المتغير اللي هو مين؟ تمام. فهي هاي الجملة اللي بأنهي فيها أنا موضوع ترلزت. سوري، هلأ أنا معنية أن أكتبها بإيدي لأنه بعد كده حوريكم كيف تطلع لحالها. هلأ هلأ هون أنا كأني بحكي لها if name اللي هو المتغير اللي أنتي عارفاه يا بايثون وحافظاه عندك بيساوي المين، تمام. هي بتسأل، كانت بتسأل هل هم بيساووا بعض، وهي الجملة بتكون جملة شرطية. إذا تحققت فهي لها نتيجة اللي هي تنفيذ اللي تحتيها. فأنا بقول بعد كده هيكون في كنترول زد، هيكون في تنفيذ لإلها اللي هي تحت منه على طول نزلت. ممكن هون أنا أطبق مثلا ماي فانك مثلا، أيا كان هذا الفانك، تمام، بيروح بيطبقه. لو عملت له سيف خليني أشوف شو بدي يحصل. ورحت هنا طبقت one، my funk مو موجود لأنه already ما عرفتها. بس الخلاصة هون إنه هون الجملة هاي معناها هذا المتغير المحفوظ عندك يا بايثون أنت عارفة إذا بيساوي المين، إذا هو معرف كأكجوال سكريبت سكريبت مين، نفذ لي هذا مين. طبعا هي بتكون موجودة في نهاية السكريبت الرئيسي، تمام. نفذ لي مين، نفذ لي هذا الفانكشن. ممكن أنا أكتب أي فانكشن أنا بدي إياه، ممكن تكون مجموعة من الفانكشنز كمان مش شرط فانكشن واحدة. إحنا في هاي الجملة نيم هل تساوي المين، هو بيكون السكريبت الأكبر والسكريبت الرئيسي. فبتكون موجودة وين؟ في السكريبت الرئيسي. هل النيم بتساوي المين، نفذ لي شو اللي بيطلع بعديها. هلأ مجرد احيانا ما اكتب اف بايثون بتعرف عليها في السكريبتات او في الاديتورز المعروفه، فهو اوريدي على طول جابها وعرفها وذكرها. مجرد ما اكتب اف وعملت له انتر فهو جابها. هلا خليها نشوف مثلا طب هلا خلينا نوضح الموضوع بشكل اكبر. بدي اروح على 1، هيني انا موجوده هالاف 1، بدي خليها ما بدي اشيلها. خلينا اقول هون بدي اعرف فانكشن، اشيل برنت هالو، بدي اعرف فانكشن اقول ديف فانك، تمام. وفي الفانك هنا بدك تطبع البرنت مثلا you in one مثلا. وبعد كده بعد البرنت هاي بدي تتبع لي برنت جديدة، والبرنت هاي بدي تعطيني مسج وتقول لي top level in one. هقول هون بس هون حشيل المين، حستعيد عنها ب بقول بدك تطبع لي هون برنت. بس هذا مشان نوضح اكتر طريقة شغل النيم مين. اقول مثلا one is run direct، تمام. واقول له بعد كده else شيء اف، اذا ممكن اقول انه في عندي كمان else. else بدك تطبع لي مثلا تطبع لي انه one has been imported، تمام. خلينا نحفظهم هالقد ونطبقهم. نروح هون على 1. expected an indent block yeah has been imported yes
هنا في عندنا خطأ في، تمام نحفظها الآيد. تمام بلاحظ عندي هون انه تبع لي توب ليفل ان 1 جابها هيا هون، تمام بعدين تبع لي 1 از ران دايركت، لانه لاحظ هو انه النيم بتساوي المين، انه هو اخذ المين الاول اللي هو ال 1 ما تبع الفانك لانه انا اوريدي ما استدعيت الفانك، تبع لي البرنت توب ان ليفل 1 تبع لي المين. هلا اللي بيحصل هون في المين اف هان رح تنفذ مباشره دايركتلي، رح تتنفذ هو وين ما بلاقي النيم مين على طول بنفذها، بنفذ شو تحت الاف على طول. تمام هلا بالتالي لو انا حطيت اسماء الفانكشن اللي بدي اياها او اسماء الفيديو حينفذها. الالس هون هي بس مشان نفهم كيف المتغير هذا بيشتغل، انه هذا المتغير يعني بياخذ بالاعتبار جمله الاف وبياخذ بالاعتبار انه في عنده شرط هون. فأنا عملت function فأنا عملت هنا بالاعتماد على جملة f، بسأله هل المتغير هذا بيساوي المين، هو مستوعب انه المين من reference تبعه مين ال 1 by، فهو هيتبع هاي الجملة. لو قلت له تحت منه هون الفانك مثلا جيت فانك عملت عليها saving وجيت هون شغلتها، هلاحظ انه تبع لي مين يو ان 1 تبع الفانكشن، فهو بيستوعب هو هون اخذ الاف نيم او جمله الاف مين هاي بيطبق فيها دايركتلي، دايركتلي بيجي بيطبق فيها شو موجود فيها، يعني هو متغير ضمني محفوظ النيم وبساله هل هو بيساوي المين، فهو اوريدي 1 هان بالنسبه لي هو المين، هو بيطبع اي شيء او بنفذ اي شيء تحت منه هاي موجود. إلس هاي انه بس توضيح لإله انه انا بحكي لكم انه انه اف جمله اف عادي بتاخد اف وبتاخد إلس، تمام بس هو ما راح يطبقها لانه اوريدي هو حيطبق دايركتلي شو موجود ضمن الاف. خلينا نروح على ملف التو نعمل فيه كمان شغله، مثلا نقول مثلا انه نعمل له امبورت لوان، خليه يجي بياخد اللي في الوان، واقول له بعد كده كمان اعمل لي برنت على مثلا top level into مثلا هون الجملة تبعه، وبدي اقول له او انه اجيب منه مثلا عملت import لون، فانا بدي منه يجيب الفانكشن الموجود في هون، فانا بدي اقول له one.func. الاحظ ان انا عملت importing من خلال المديول، فالمديول هو الاول هو كان one فانا جبته كمديول وقلت له اسم المديول .func، تمام جيب لي الفانك الموجود وين في المديول. خلينا انفذها احفظها واشوف شو بدي بده يشتغل هالايت التو. خلينا اطبقه هون للتو، بلاحظ انه جاب لي توب ليفل ان 1 بما انه انا عامله امبورتنج لل1، فراح هو جاب التوب ليفل ان 1 وجاب 1 هاز بين امبورتد وجبته بليفل ان 2. خلينا هلا نشوف شو هو اخذ من ال1 شو هو اخذ من ال2. بالنسبه لل2 اخذ اول شيء عمل برنت توب ليفل ان 2، اول شيء انا عملت امبورتنج لل1، مجرد ما انا عملت امبورتنج لل1 فراح هو جاب حاجتين من ال1. نرجع على ال1 اخذ التوب ليفل ان 1 طبعهم اول شيء، اول ما جاء شافها اخذها ما شاف الفانكشن، بعدين كتب one has been imported اخذ مين جملة ال else. ليه اخذ جملة ال else هنا ما اخذ جملة ال if؟ لانه هون كأنه انا بحكي للسكريبت، اذا هذا السكريبت استدعى تم استدعائه كشكل مين بشكل مين اطبع لي هذا اللي جوا، لكن لما ما تستدعيه كشكل مين او ما تنفسه كمان سكريبت اطبع لي هذا. فهو اللي حصل هون انه هون في تو عمل له او طبع has been imported ما طبع المين، لانه انا هون هناك ما نفذت ال1 هو المين انما ال2 هو كان هون المين، هو جاب لي جمله الالس. بعد كده طبع لي اللي في 2 top level in 2، وبعد كده طبع 1.func اللي هو الفانكشن الموجود في مين في 1 اللي هو بيحكي لي يو ان 1. هلا لو ضفت هون جمله الاف قلت له مثلا اف اخذتها كامله وبدي اياها في هون في المين
اقول له مثلا برنت واقول له تو از ران دايركت، تمام. وبعد كده قلت له else، في else بدي يتبع brand مثلا to has imported. اوكي بنعمل لها save ونرجع مرة تانية نستدعي التو. هلاحظ انه نفذ كالآتي، نفذ اللي فوق كلياته اللي احنا من شوي شرحناه، نفذ انه التوب ليفل ان 1 جاب عمل امبورتينج على ال 1، تمام، عمل امبورتينج اوكي. فهو عمل امبورتينج على ال 1 وجاب منها توب ليفل ان 1 وجاب منها ال 1 هاز بين امبورتد لانه ما نفذها كمان. بعد كده جاب توب ليفل ان 2، الليفل اللي هي موجودة على طول على طبعها كجملة برنت، بعدين نفذ الفانكشن اللي جاي من 1 اللي هو يو ان 1، وبعد كده طبع الجملة اللي هي دايركتلي. فانا قلت له هان اذا انت شايف هذا السكريبت كمان سكريبت طبع لي تو از ران دايركت، هو طبع تو از ران دايركت. اذا انت ما انك شايفه انه هو المين اللي انا شغلته بشكل مين، فانت طبع لي تو هاز بين امبورتد سوري. هلا نرجع مرة تانية هون بنفسها نرجع نطبق مين ال 1. لو طبقت ال 1 هلاحظ انه طبع لي اول شيء توب ليفل ان 1. هلا في ال 1 ما في امبورتنج، فاتاخذ اول شيء توب ليفل ان 1، اخذ الجمله الاولى البرنتنج الاول، بعدين طبع 1 از ران دايركت. ليه؟ لانه انا عملتها هي شغلتها ال 1 كمان فشغلها دايركت، وطبع لي اول اخر شيء يو ان 1 اللي هي الفانكشن اللي انا طلبته منه. هلا باختصار وبشكل سريع، النيم هي عباره عن متغير محجوز ضمنيا في مين؟ في بايثون. اليساوي يساوي هذا وإف كأنها جملة شرطية. بحكي لبايثون إذا أنت شايف إنه النام المتغير اللي أنت حاطه ضمنيا يساوي المين، إنه هو هذا اللي هو هذا السكريبت اللي أنت فيه هو المين، أو تم تشغيله بشكل أجول اللي هو السكريبت الأجول، هو السكريبت الأجول، فأنت اطبع لي أو أنت نفذ لي كل الشمل اللي تحت الإف، تمام. هلا إلس إحنا هاي ما بنستخدمها ولا بنكتبها أصلا، تمام، ما بنستخدمها بالعاده، بس انا استخدمتها هنا لحتى اوضح لك شو اللي بيحصل بالضبط في جمله الاف، متى بتشتغل متى ما بتشتغل. هو بيروح بينفذ كل الفانكشن اللي انا بكتبها تحت منه، فهو في التو نفذ اللي انا طلبت، نفذ الدايركت تبعها لما انا شغلت التو، وفي الون وفي التو نفذها هي الدايركت لما انا شغلت بلشت شغل عندي من وبلشت شغل منها. شفت كيف انا نفذت الامبورتينج من سكريبت لسكريبت؟ شو الترتيب تنفيذ الفانكشن او ترتيب تنفيذ الجمل، تنفيذ السكريبت كيف هو انتقل من جمله لجمله. فانا مهم كثير اعرف شو رح ينفذ لي اياه بعد الاف. وهذا باختصار موضوع الاف والنيم والمين.